صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني حاضر يا عم حافظ. جبت حاجة تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانية، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وبكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايه هنا في الظهر بالاستلام. دول 400,000 جنيه. حاضر، يعني تلات قيمه ب 400,000 جنيه. طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 ابدا ب15 جنيه، بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربيه بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسه ازاي؟ يروحوا ماشي. كانت ماشيه في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. كانت ماشيه في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايدة. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ انا نمشي من هنا لغاية المجمع واحنا شايلين الدهية دي. ام الحريف ده واقفين هنا للصبح. الله، مش شايلين 400,000 جنيه، ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس دي ليه؟ لا، بلغيت الست. تودينا المجمع ب50 سخ. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلان يا فندم، في اسانسيرات تانية جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانية عطلانة. خلاص عندك سن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوة دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم، يلا بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف مصاحبنا. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك دي. يلا خدوا انت وهو. انا ساعدتني. يلا بسرعه. يلا خدوا. خش يا بيه. احنا فين دلوقتي؟ ايه؟ احنا فين؟ في شبرا مظلات.
انت بتسال علي ايه؟ هتسال عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ الله ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس في السابع؟ لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات دولة. ده مصر ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل يا بشبيش ده ابوات دولة يا بشبيش. خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان اخد نفسي بعدين. بعدين امتى يا سعب عزيز؟ لما اموت؟ الله انت هتفتحوا لنا محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فنديه، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فنديه وحد ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده. وصلى على النبي بقى لحلك، ما انا مقبض حد. خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس. انت الله، انت هتذلنا ولا ايه؟ انا لا هذلكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عبرد الخزنه. يعني ايه يا الله؟ خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت طقم وحبي بقى، وقف في اخر الصف هناك. اجري لابرد الخزنه، مفيش قبض النهارده. اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالي اختي يا مستعجله، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي فنتك على الله نمشي على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوق على المروح ليه؟ ايه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك.
اللي وقف اخر الصف انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عينيا. اتفضل وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله انت مش بتقول عندك عجز ب 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي. ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحتة. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق سلمتين له رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعال تعال اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتي. بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين بقالك كام يوم ما انتش باين؟ والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربيجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. حاجه من المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العربجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه. انا من ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقول لك يا خلاص استنوا على مين يا ماما؟ طب انت وانت قبل ما تخش تغسلي وشك مش تشوف الميه هتكفيكي ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك بقى، انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ لوم الحوافز ولا عليك. تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خلف مقويه كاتك الهم. Thank you.
اكل في وشهم. عينيا حاضر، امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سمي يا اخويا على العيل ده لما املى صفحه الميه. الله جرايه يا ست، انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فضيانه. طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا حسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه. شرفني. حسرقه منين يا وليه؟ شرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه. ايوه. سرقه يا وليه؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه؟ مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجة تانية؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كلتي. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رأيك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحة يا رب. ربنا ياخدك اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفطر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. ببلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش. حقك عليا. اخد على راس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نساء. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلعي يا اختي. اطلعي يا حاسن. انا باخد لحاسن. اه الله احنا بنعمل. اطلعي يا اخويا. يا اخويا يا اختي اطلعي لها. ماشي على كده. ايه يا ست انت؟ ما تركبي وهو هيشيلك. شيلني شيلني. اشيلك؟ ايوه شيلني. ده انت عايزه ونش شوك عشان يشيلك. ايه هتخمنلك؟ اول مره اشوف واحده ست بمقطور. طب شيل شيل. عايزين اتنين اربعه رجاله يشيلوا معانا. طب شيلني ساعتها. ايوه تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلامة يا عم هلال؟ لا مفيش سلامة. معاك شيل. يلا انت حط مين وانت حط معاك شيل. شيل. الله اكبر. الله اكبر. شيل يا جدع. والحين عدينا مؤاخذة. تعملوا ايه؟ قضية منيلة بستين نيلة يا اخويا. بعد عنا بص هلقوا فلوس وناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي سبعة اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا بجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعد. هتخرج يا سيدي. هتخرج يا سيدي. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه عدم المؤاخذة. ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها سبع اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الجبل يا اخويا عاملين لها فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه. انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تاخدهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله. انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا اولاد يا سيدي.
ما تضحكش عليا ولا حاجة. عمرنا لله نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم اخويا. مش قصدي عليك، انا مش قصدي عليك، انت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط. 92 كيلو وشوية كده، كيلو متر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله يا رب. ردوا استنى وصلوا الجمعية يا فندم. انت رايح فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وبدم يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمنا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها. اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عيانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحرك لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى من هدف معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ مالك؟ أنت عارف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه. بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو. بلد وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمه قال. ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا انا بعديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحم هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمة؟ ايوه بطني وانا حر فيه؟ قال على رأي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هما 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسة موجودة وانا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وأوضة النوم بكام؟ يا ست النام على أرخص حاجة. أيوه عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني. أنت لا تصلح للجواز متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي ب605 برطول. ب605 جنيه. يا ماما يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك تفضل تبهدلها مع واحد زيك. واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مقليسه قوي يا ابني. احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا معايا برطيش. خلاص تبقى برطوشه ما تسواش. ما تزعلش مني. الله،
هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي ناحى ورا تعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا اخوخة. ما تشر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاك كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. اله يا رب تطفح الرز، اله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيك، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله قدر المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ابني ايه البغل كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار لقبضة للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما فيش سنة غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا. اتفضل. قلتوا ايه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا خالي؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. على النعم ما في شيء ولا نيله جاي. ها ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوب. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداوي، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خالي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانه. تجعان وافرد يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادة اللي جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي اكلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحت، شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحت،
ثم اجيب لك من ايه؟ يعني ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الله ربنا يجيب لك شوطه في الجواميس بتاعتك. الله يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعاب ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت تضربك؟ ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا مشبيش. اتفضل. برافو عليك يا مشبيش. كنت كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا مشبيش. اضرب يا مشميش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. كل حد لقيت السد في وشك يا عيشة ام علي، تبقى تمشي لشحتي في الشوارع. ايه مالك؟ سرحان ليه يا استاذ رمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا جهزت يا اخي اهو، كل واحد بفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كانت خيبه، انت فاهم حاجه اجري. يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان، هقول لك حاجه بقى يا هان. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده وشويه كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تعيش حته تاويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انتس بقى على المصلحة وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله. والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يدين معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استاجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا. ربنا يوفقك يا بشبيشي. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيشي. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبلت الهبة دي. معلش حقك عليا حقك عليا. يلا روح. تاكسي فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. التزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب قول انك ما جبتش فلوس من البنك، دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنة بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخي، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيلي، اوعى تتهور ليحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ هنديهم ايه؟ خدهم. يا جدع 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجدع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. حصل ده يا رمضان؟ هي صوره؟ انا عايز اقول كل شويه، قلت لك يا اخي وانت سامع، ابني اعمل اشاعه. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف يمكن انا اللي هتجنن. أنا مش عارف إيه الحكاية بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير إيه يا فندم؟ إيه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج إيه لا سمح الله؟ إزاي ما حفظتش الموظفين دي لغاية دلوقتي؟ ثم إيه كلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ أنا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس إيه يا فندم؟ هم مش قالوا لك اللي أنا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ إيوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى جننت ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام وادي رمضان وده تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلف فيه ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست. لا وكمان انا راجل ما عنديش اللف ولا الدورات، ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزلة زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك. في مكان امين. اطلب لي اسم اصل الميز. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبسي حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملحق علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقى عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سياده وكيل وزاره خليك. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزاره مقلوبه. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان؟ ليه وكيل الوزاره بيقول يا رمضان يا ابني؟ ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزاره وبيبتسم لي ابتسامه ذات مغزى. شوف هذه اهميه ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزاره شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوه يا راجل، ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يا ابن اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطر الرؤساء وتروح في سين وجي. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكي لك وجعتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوا المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ماده الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حديك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ فين؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لي اي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال يا فندم كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حد مامور، يلا حد ابوك خلصت، يلا يلا اقلب اي حاجه. البيه الوكيل هيبقى اتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام ما تخافش. امشي خد من ايه؟ يلا نجرب قدام. امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت موديني على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح عزو مع ناس سيف نروح على السيف مع مطلوب ونخلص. انت مستني يا حبيبي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش. انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جزء من اخره ولا نشيله جزء جنيهات. انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. انت برضه ايه؟ ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش دي اوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حاجة تغير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. قال لي قول لي يا جدع أنت، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبيين اي حاجه هتقعوا تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احنا اللي حمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صل على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان عليه. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت عليك؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي ببطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه. وانت حلويتي وبقيتي ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. حاضر. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو. هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي. اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان.
رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقوله بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة سلمت إليه بسبب وظيفته. وأنت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ إيه؟ لا أنا ما قلتلكش. قال إيه يا سيدي؟ كنت أنا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس أوي، كويس أوي أوي أوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان؟ طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك قال 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر. افكر في ايه؟ يا سعادة البيت، أنا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي 400,000 جنيه، هيطبقوا المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقة جمل. مش واخد بالك أنت؟ على رأي الولية القرشانة بتاعت الكرو. يعني مفيش فايدة في دماغك؟ أنت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس إن إحنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له أبيض ولا أسود، وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضو يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ ادنى ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني، على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه ومحل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا بدأ حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو. لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها له وأنا حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة معاك. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. خش. إيه يا ده العين؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفاءات، بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. Thank you.
ايوه انا اللي انت ايه هرب؟ ايوه هرب، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تدخل حرامي حرامي ايه كتكنيل؟ احنا ناقصين، هم راضين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يعني يا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يخطي عليك وعلى جمالك اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله ما في. هم 400,000 جنيه عمي. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يبنوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا، ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط بالشباك. بلخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده، كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه علي، من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس علي. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف الخوف اجدع عشان في الضمان. واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعال كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه متغدى. وماله كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعال انا عايزك في كلمتين. تعال تعال. كلمتين ايه بس؟ تعال.
نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيل لي 400,000 جنيه. وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حما تنسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ست بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلب دكاكينها بتعملها السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف فتبقى حلوه ونسابوا جدعانة. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من هف اللي انت هفه. من هف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا اخويا سيف هديه. لا يا شيخ. يلا مزيكا. يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحضر. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. همشي من هنا، تعالى وراي. السلام عليكم.
الناس بتراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي مش بنفر وجزمه ميري. ده انت بلوه مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايه استقيل؟ اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرا الدرس عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره. إذا أرشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعادة البيع أنا لو عايز أقول على مكان الفلوس كان لازمتها إيه اللمة دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك. المحكمة هي اللي انت ده بدك للدفاع عنه. ثم ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. انا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه يلا توصيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان، خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس القاعدة القانونية بتقول انا اللي اتكلمه هو اللي يسكت. القضية قضيتي وجو حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك اقعد الله لا يسيئك. سيد الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه ايوه يا بيه انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيألك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل ايه اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمه حكمت المحكمة حضورياً على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا حرص يا أحلى العالم، أنا بإخلالي رسمي على الجميع. عاشت إصدار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوه، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها ام علي. فعليا بالعكس يا اخويا قاسم وقتل. منين يا حسره؟ منين؟ مثلكن مثلكن. قلبي معاك يا استاذ رمضان. قلبي قلبك على روحك انت. ما كويس مش دعويه خالص. يلا يا شاويش. يا زيختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين. يا اوباش يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا هو من اولها كده؟
تعال هنا اهو. اجي هنا فين؟ هتوه. الله، بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه اهو؟ ما ترد اهو. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه، ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. ابو قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب. عيون بشبيشي.
بتقدم استقالة امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجة، انا غبت، هما بقوا يرفضوني. لا كده ما مشيش، لازم تقدم استقالة عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حيلك وسيح دمه كده. هروح استقالة جدع. انت تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذه. حلو تصنيع، حلو فعلا. الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حتم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص، وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه، سلام للزملاء الكركيه، سلام لقصه الحراميه، وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين، يا سلام الحلاوه من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش اخ، واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محفوظين 100%، احنا الاوباش الهجام. ضربوه يا سلام يا سلام، اهو ده الهجام. ضربوه يا سلام يا سلام، اهو ده الهفاف. ضربوه بيخاف، اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال، اهو ده النشال، اهو ده النشال، وكل اف وله حلال. حرام العشة الفاضية، فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة، فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة، سكة سكة سكة. دول الحرامية الفكة، فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة، زمايلنا السكاك. السكوا واحد ضيف شنطة وزقوا عجلهم على طنطة حبس وانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا، انت بتكلم مين عم نجات؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك.
انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على 6 بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليهولك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغلهولي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. يوم هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروك. على العموم خليها بلا سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مره الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركه الرزم. بصراحه انا زعلان الموظفين في المصلحه هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاته. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه للموضوع. لا ما تخافش يا هلوتي السر اتدفق في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ ما بنمش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزنا نفتري بقى؟ اعوذ بالله نفتري، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف. انا ساح يا جدع. انت احلى ساح يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. يا سلام عينيا. خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ يا جدع خد. يا عم ده انا يا ابني فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من بجربان. هيقول لي خد فلوس خد. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. على فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا شحطه. يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونوس. اهلا يا نوره حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري كشري. انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمرة؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعت انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفه عليهم. اللي على الطريق ده انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. ايه
يعني اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقى يا بيه. انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالى اقعد استريح يا ولد. اقعد يا بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح. ده اكبر هجام في مصر. معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقاب خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه. ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تمورك. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لك حكايتك ايه. ايه والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ تبين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقى. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس هيحفي النسوان في النص. صدقني. رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا محدش يفتح بقه. الجلسة ست جامعة. حاضر. مع السلامة. ادخل.
يا فندم. افتح معه. اسمك؟ ما هو لسه قايل اسمه. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقة يا رمضان. حقيقة ايه؟ هو احنا اللي حاسين نزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقة كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابة اللي سرقت الفلوس. البشبيش محمد عبد الحميد وشحات علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمة. وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتت ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرام. حرامي ابن حرامي. الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوب. وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي. وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبشة الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية ازعاج للسلطات وخلاص. الله ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبة. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا من معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير. افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله ياخد مين؟ يا سعادة البيه انا حرام. حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت كنت لابو كله في الامان ورحمة امي انا حرامي. حرامي لسه اعلاني مختلس. هي براءة العدل ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي. انا مش حرامي. ما تهدى بقى ما ما تطلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. اهو خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ده يا جدع عندي. انا عارف مش انت اللي بتقول. انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم الليمون وشاورما. ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده جيبه من ده يا دي. لكن هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضربه سحبت الباشا. طب قول. قول له كمان. قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها هناء. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها هناء ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سحبت البيه. ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه فقاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقعد. ماما ماما ماما. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان ده حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومة دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن أنا هجيبه. إن شاء الله هجيبه. قال لي قول لو عوزتك أجيبك منين؟ إيه؟ إحنا مكاننا معروف. فين؟ قهوة البقر. قهوة إيه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب.
ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. العجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احط بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب طيب كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عيني. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذا الشعره من العجينه. اطلعي عليا هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزبده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني. على كل حال مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان، خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حاسبك ابدا انك هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اختي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نورك. اي والله يا نورك، الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي انت مدكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيشه المليونيرات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انت. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر؟ انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا حرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان
ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في سبت الكل حماتي الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، هتطوف في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا علي ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه، هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا شقتي ما انت مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاته مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله يا حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس ادارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. تفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. مساء. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علي الدور. ايوه سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجارة الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده يا استاذ عبد السميع. انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. ايه حاضر يا سيدي، ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا، مع الف سلام. انا بكرر اسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي اتفضلي استاذ. سعيده يا جوز بنتي. اهلا يا عيش. اهدى كله اهدى كله، كل ده يطلع منك خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 لا، انا مش مستعجله عليهم، خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب، انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح، مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن اه. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا نروح لسويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت علومك وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرف شغلاتي. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في اي حاجة؟ ما بفهمش في اي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. دلوقتي هنعرف على رأيك. مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام، ربنا يدلنا بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد عن اسم الهلبوطي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. يا حته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براب، ربنا يتميم بعقلك. عاقل قوي. هلا هلا. والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بابد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا ابوي يا ابوي، ده انت لحظة جشعه يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فردوس يا عبد المتجلي. عبد المتجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا حي علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاغي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينا بثلاث قناطين الليلاغي. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاولي. أهلا أهلا أهلا. ازيك يا أستاذ رمضان؟ شادي برا. والله عشت وشفتك آخر أبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا وأنت عارف إن أنا بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خالد؟ المواشي ما بقتش تجيبها معاها اليومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكم يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ربا. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلي.
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سر رمضانكو الفلوس اهي، عد ايه؟ عد مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط؟ مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يرعي؟ فلس؟ سمن؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا يا له له بي عن اسمع يا لي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير. انتظريني لحظة من فضلك. ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان، قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وقاب عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي، سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع، وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا، ادعوا لي. ربنا معاك. اصل انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مش عارفه مين يا روح امك؟ يا لهوي. ها؟ ديكور احنا ولا ديكور؟ بوليس؟ ايوه بوليس يا كلب، ارفع ايدك لفوق. المنطقه كلها محاصره واي حركه هتضرب في المليان. انا غلبانه يا بيه. اخلص. انا غلبانه. اخلصي خالص. اخلصي يا 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 اخلصي يا زبده المجتمع يا حسانه يا قاع المدينه. حرزوا الخمرة والملابس الداخلية. أنا بقى عليا الملابس الداخلية. اسكت أنت، مش دعوة خلاص. حذار. حاضر يا معلم. معلم مين؟ عايز سيادة المكتب. مكتب إيه؟ مش عايز ولا كلمة. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه الآداب، استرنا الله يسترك. أنا عندي عيال أكبر مني. شوف، إذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. ودي؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايدة. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه أنا غلبانة يا بيه. يبقى انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت يسابلك بلاد، ده في بيني وبينك طرباية. طرباية؟ ايوه، اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ضابط مباحث، وكنت ماسك القضية بتاعت الواد بتاعها حبيبها، وهي اللي قربته بسلامتها.
عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمعي يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا. اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه حر يا بيه، بس اضمن مني انت تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اوانطه في اوانطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. ودلها بنت الارشينات. ايه؟ ودلها بنت الارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة الداخلية. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد ما لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيه. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودينا في دليل؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش تحت هنا وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا نهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هنضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حلفالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. بس هنا محدش يفتح بوقه، سيبوه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. فين الفلوس؟ خلوها لك. يا كرم الله. يا كرم الله. فضل ربي. الفلوس فين؟ خلوها لك. يا كرم الله. اقص عليك يا لولو. لولو مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشره. فلوس. كانش
يا مرجان ولا ننس يفتح بقه. فتح غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معاي اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا عبد البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلني استرديت فلوسي تاني وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني؟ انا عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي، بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هغسله غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هاني، عملت حاجه اسمها رمضانكم لاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه اللي انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجي بالبيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام طوال. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شويه تعال تعال اطلب عليك يا ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. جناح جوه التخشيبة بس احوالها يا ابويا غريبة، حجز جناح جوه التخشيبة. واحنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%. دول زمايل لك كركية، يعيش كبير الحرامية، يعيش اسطى الحرامية، يعيش اسطى الحرامية، يعيش كبير الحرامية. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. يوم واحد في الحرية، الحرية تساوي ملايين، الحرية تساوي ملايين، إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي. لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنين، دي وليها طماعه. اي والله طماعه، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب. انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. إله يا رب تدفع الرز، إله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ. انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء، امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله،
احنا حنو مرضيت، تعالى كل معايا انت اللي مرضيت. سمحوا ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانية في 6 سنين، كنت حلقها منين ولا منين؟ حلقها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وانا اخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع بلاش كام فارق. دو انت بس، دو انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا هلا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ ألف الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ولد بيسأل بغل كده؟ إيه اللي بيحصل دي؟ في إيه؟ أنتوا قلبتوا الدار لقمدة للجواميس؟ أيوه. أصل أبويا العمدي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما في سنة غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا. اتفضل. قلتوا إيه؟ السلام عليكم. عمرك اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا رمضان؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخن، اي حاجه تشتري وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم ما في شيء ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده. عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايح انت، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانه. تجعان وافرد يعني؟ ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده. كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمة يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. تكت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي اكلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن؟ شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن؟ ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. إلهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي هو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت تضربك ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش. كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه؟ شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلم. امسك شنطة زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطة اللي فيها، صورة منها تبقى الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش. اضرب بكرة نضرب ضربتنا الكبيرة قوي.
الحر الحل هنا ولا ايه؟ مش معقول، مش معقول. ليه مهام السد ده من كل حته؟ لقيت السد في وشك يا عيشه ام علي، تبقي تمشي لشحتي في الشوارع. ايه مالك؟ سرحان لي يا استاذ رمضان، بتفكر في ايه؟ انا جهزت يا اخي اهو، كل واحد بفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كانت خيبه، انت فاهم حاجه دي؟ يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان، هقول لك حاجه بقى يا هاني. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك، حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده وشويه كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان علي، ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه، رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت يا جدع، قول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمن اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا دي معروف احنا مخونش بعض. شو معنى هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور، ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول. لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتقل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا، خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا، ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي، مع السلامه. السلامه يا بشبيش. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. ايه ده يا اخي؟ انت فتح؟ لا مؤاخذه، جت سليمه. جت سليمه يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبت الهبه دي. معلش، حاج عليا، حاج عليا. يلا روح. تاكسي فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغاله باب الشعريه. اخد 5 جنيه. انا موافق. اركب.
طب ما تخش شو خلصنا انا وانت كمان بنتامر. طيب على النعمه من نعمه ربي ما نبقى حد. الله، هو انت بتديني من جيب اللي خلفوه وكمان من جيب ست اللي خلفوني؟ طب يمين على يمين السابق ما حد شاف مني ما اللي معه. الله، لا ده ما بنتهاش بقى، انا هاخد جيبي 60 داهيه. ايه يا امين افندي؟ ده رمضان ده حته السكر. الله يسكر مقدارك يا سعد عزيز. طب يا عم حقك عليا انا، اتفضل افتح الخزنه وقبضنا. اقبضكم؟ شوفهم انا مفيش، اني بح. نعم اني بح، بح بسرعه يا اخواني عشان ما شحتفكوش معاي. انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فيه؟ غريبه دي يا رمضان افندي، بطل هزار وقبضنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك. يا ابني ما الخزنه فاضيه قدامكم اهي، اهي فاضيه. في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مساله كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنه بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفه من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله، ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا ده انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور يا معاذك يا اخيني، اوعى تتهور اللي يحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا فندم. يلا 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 يا ايه اللي حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوره؟ انا قعدت اقول كل شويه قلت لك يا اخي انت سام ابني اعمل لي شهاده. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف يمكن انا اللي هتجنن، انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير خير يا فندم. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما قبضتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا افندي؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام ولي رمضان ودي تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلف، فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، وبمين انا راجل ما عيبش اللف ولا الدوران، ابقى غلطان؟ يا رمضان، يا رمضان انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر. اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي؟ قال لا. هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ قال ما بتفرجش حق. كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه.
انت مين ملاحق علينا؟ الا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم. حاجه يا اخي انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة خليه اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه أهمية أن تكون مختلس، إنك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ أنت زعلان مني ولا إيه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الأصدقاء، شوف الحلاوة. يا راجل ده أنا حفيت عشان أقابلك، دول قالوا لي أنت اتجننت، سرب بنكلة يقابل اللي به وكيل الوزارة، ده يعتبر تقاتل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجة؟ كنت عايز أشكلك وجاتي. كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل ان عمره ماده الا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنين العام. على كل حال يا ابني إذا كانت ضاعت منك الشقة هنعوضها لك بحاجة تانية أحسن منها 100 مرة. إيه رأيك يا سيدي؟ حدك حتة أرض تبني عليها اللي أنت عايزه. فين؟ في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وإيه؟ الجمعية عاملة المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهرة ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. أصيف إيه؟ هو أنا عارف أشدت الأول لما هصيف؟ أنت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص. وديتهم للترزي قلت يعملهم لأي حاجة. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده؟ يا سيد الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حاج مأمور، يلا وحياة ابوك خلصت. يلا، يلا اقلب أي حاجة، البيه الوكيل هيبقى السارة، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع أولاده كمان، يلا. حاضر، حاضر يا سيدي. خدوا يا رخيم حسنين حطه في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ. زخرت وبعدت زخر العداله. يلا احسن ايه؟ يلا باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا ضرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشارع. أنا بشربها مظبوط. يا دمك يا أخي. بقول لك إيه؟ ما تيجي بدل ما نروح عجز ومع ناس سيف، نروح على السيف على طول ونخلص. أنت مستني قوي. لا بقول لك إيه؟ ما تزقنيش، أنا بقول لك أهو، أنت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جوز فراخ ولا نشيله جوز جنيهات؟ أنا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقباش؟ دي أوضة رمضان؟ أي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. أنا أقول لي يا جدعان، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار.
الحمار قال ده احزن لحميل. يا اخوانا عيب كده العطره دي مش معقول، هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم. اسكت يا جدع انت اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ انا يعني اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا خينا انت. رمضان عليه ازيك يا رمضان؟ ازيك انت يا عم؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت علي، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى ما تودينيش في داهيه. الله امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقوله بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبت لكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حلقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ الله لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك قال عن 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه يلا خلصنا حياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش حاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزق. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق علي. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر افكر في ايه؟ يا سعادة البيت انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. جنيه زي 1,000 يبقى انسرقت سرقة جمل. شغل بالك انت على رأي الولية القرشانة بتاعت الكرو. يعني مفيش فايدة في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس وساعتها اللي حطوا له ابيض ولا اسود وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح في ايه؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ انا ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك.
والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة لحالي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظ، إنما مدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة؟ إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها له مرة. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. اي أيوة والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. اي والله خلي التذكار مع حد. مع السلامة. سلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. سلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. إيه يا بنات؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاتل قاتل وبيخرج بكفاءة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش أنت. أنا بقى المرة. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. انت ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى كتك كده حرامي حرامي. ايه كتك مين؟ احنا ناقصين؟ هم راضيين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي، في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان، الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها؟ عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اه يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عليا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا. هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش. والله ما في. هم 400,000 جنيه عمي. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا اربع عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيش نغنغه. اما امي يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لا نط من الشباك. بايخة مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. أنا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متأخر يا علي. مش متأخر ولا حاجة، أنت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكران يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش.
بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعية عليه، من يومين ثلاثة امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقة الانسان فلوسه، فلوسه فلوسه بس عليه. اسأل الجعان. جبت لك كوسة ورز وفراخ، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب. كبدي. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفاله. انا سمعت انه خرج من غير كفاله كمان. رايح فين يا حنيه؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمه. اكل ايه يا وليه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله، كل كمان هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه بس؟ تعالى. نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما نجيب اشيلهم لك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله، في الحفظ والصوم. طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماد انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ست بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قوم. زحمتني.